صباح هذا اليوم مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات الرائعة من أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية، ميدان التحدي. وفي هذا المهرجان، مهرجان المؤسس، ينطلق هذا الشوط، وهو شوط خاص بالإذاعة الإبكار من الأشواط المفتوحة في هذا التحدي المثير، مع هذا الانطلاق الرائع، مع هذه الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعين الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط. وأرى هناك أيضا نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع مرفوعة اللي قادت هذه الجموع بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية، وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى التحديات في هذه اللحظات، من هملولة لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد الانهيان، وبقيادة خميس بن عتيج الرميثي. النقلة التالية مع المركز الثالث، نتابع أضواء من بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتصنع أضواءها أيضا مع انطلاقتها مع الشوط مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية، وبقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. ومع المركز الرابع، مع المركز الرابع حضور التابع الهجن الشحانية وبقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، بينما انطلقنا مع المركز الخامس. المركز الخامس أرى التحديات أيضا، وانطلاقة الصايلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وبقيادة علي بن راشد بن غدير، من يتابع انطلاقة الصايلة من تنطلق مع المركز الخامس. النداء الأول مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، وأرى هناك مرفوعة، أرى مرفوعة من تنطلق بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي الرائع بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية، وقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. من قدم مرفوعة في هذا الانطلاق المثير في هذا التحدي الرائع؟ المركز الثاني، المركز الثاني أرى التحديات من هملولة لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد الانهيان، وقيادة خميس بن عتيج الرميثي، من يتابع انطلاقة هملولة مع المركز الثالث، المركز الثاني، ومع المركز الثالث أضواء تنطلق أيضا، هل تخطف أضواء هذا الشوط مع انطلاقتها أيضا المتميزة مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وقيادة سلطان بن محمد الوهيبي العملاق، من يتابع هذا التحدي المثير. ومع المركز الرابع، المركز الرابع أرى انطلاقة حضور بشعار هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، بينما انطلقنا مع المركز الخامس، مع المركز الخامس بأرى التسلل من الصايلة بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وقيادة علي بن راشد بن غدير، من يتابع، من يتابع انطلاقة الصايلة وهي تنطلق مع المستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للكوكب الخماسية الماسية اللي منطلقة أيضا بتحديات وإثارة هذا الشوط، ومغادرتنا، مغادرتنا للوحة الثلاثة كيلومترات. انتصفنا المسافة، انتصفنا المسافة مع هذا الانطلاق المتميز، مع هذا الاندفاع المباشر. وأرى هناك مرفوعة، أرى مرفوعة تنطلق بناموس هذا
الشوط وترتفع مرتبة مرفوعة إلى المقدمة والصدارة بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية وقيادة الذهبي سالم بن فاران المري من قدمه لبصير في التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح الجميل بتوقيت رائع، 9:10.06 من الثانية في أول أشواط الجعدان قدم لبصير بتوقيته المتميز والأفضل والأجمل والصامت حتى هذه اللحظات، يقدم مرفوعة في هذا الانطلاق المثير. المركز الثاني التحديات من أضواء التابعة لهجن الشحانية، تليها مع المركز الثالث أيضا حضور بشعار هجن الشحانية، والثنتين بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي الصايلة تتسلل تنطلق مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، عملية التمرير والتدريب عند علي بن راشد بن غدير، ومع المركز الخامس من الجانب الآخر أرى هناك أيضا هملولة من بدأت تتسلل مع المركز الرابع لسمو الشيخ ياسر بن حمدان بن زايد الهيان، يقدمها خميس بن عتيج الرميثي، ومع المركز الخامس أضواء تاتي خامسا بشعار هجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي، من يتابع من أعلن انطلاقة أضواء مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة، ولكن أرى هناك أسامي وشعارات ترقبوها بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، ومرفوعة تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بهذا الشعار العنابي، الشعار الأدعم، من ينطلق بالمقدمة ينطلق بالصدارة وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع انطلاقة مرفوعة وهي تنطلق بالمقدمة. المركز الثاني نتابع الصايلة مع المركز الثاني، ولكن أرى التسلل من الجانب الآخر، أرى هناك حضور اللي حضرت بكل قوة في هذه اللحظات، انطلقت مع المركز الثاني حضور التابعة لهجن الشحانية وبقيادة سلطان بن محمد الوهيبي الصايلة، تنطلق أيضا مع التحدي مع الإثارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوب وبقيادة علي بن راشد بن غدير، وصلت مشاعل مع المركز الرابع بأول ندى تتسلل بهذا الشعار، شعار هجن الرياسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يقدمها سير بن أحمد بن دري الفلاحي. يا سلام غادرنا لوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، والمركز الخامس أرهني السهم بشعار هجن الشحانية، يقدمها الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن نتابع الصدارة المربع الذهبي. يا سلام الصدارة والمقدمة، وأرى حضور انطلقت بناموس هذا الشوط ومشاعل مع المركز الثاني، المركز الثالث الصايلة ومشاعل وحضور ومشاعل والصايلة، وأرهني سهم تنطلق كالسهم في اللحظات الأخيرة في اللحظات المجنونة، ما شاء الله تبارك الله، حضور وسهم سهم تنطلق كالسهم في اللحظات الأخيرة. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني للذهبي سالم بن فاران المري، فاجأ الجميع في اللحظات الأخيرة، تهانينا لهجن الشحانية على فوز سهم بالمركز الأول، المركز الثاني حضور من هجن الشحانية، المركز الثالث مشاعل من هجن الرياسة، المركز الرابع تصل فيه الصايلة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس شديدة لهجن الشحانية. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، تهانينا للجميع والناموس، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني. هذه لحظات وصول سهم مشاهدينا متابعينا الكرام، فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، تقطع مسافة 6 كيلومترات أيضا في فترة زمنية مقدارها، تألق أيضا لهذا الشعار في هذا الصباح
مع هذه النقاط المتتالية. هذه لحظات وصول سهم تقطع المسافة في 9 دقائق 28 ثانية و15 جزء من الثانية التالية لجن الشحانية والثاني لسالم بن فاران المري. 9 دقائق 29 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت حضور تهنئة لجن الشحانية والثاني لسلطان بن محمد الوهيبي. مشاعل تصل مع المركز الثالث تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها. تهانينا لهجن الرئاسة على فوز مشاعل بالمركز الثالث. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 29 ثانية خمس أجزاء من الثانية. التهاني للسير بن أحمد بن دري الفلاحي. تهانينا للجميع والناموس.